السيد وزير اليوم التونسير عندها بي دي جي ولا لا؟ سيد واصف العيادي شنو علاقته بتونسير اليوم الان؟ سيد واصف العيادي انا حبيت له كان يكون في بلاصه اليوم يحكي على تونسير. دون هو خذا قراره باش يتخلى على المنصب بعد ما سمت عينه. يمكن رجع روحه، يمكن ثم حاجات عوامل خارجيه خليته يتخلى. احنا ما حنا نتمنوا له كل خير، حابين لو كان يكون هو من الكفاءات التونسيه نحن فرحانين بها، لكن بيت عنده ظروف شخصيه اللي خليته حاله تون. هو مش لانه اقترح خريطه الطريق ما لقاش الدعم السياسي لها. احنا ما ذنب اقترحناه، احنا متفقين معاه في اي خريطه طريق نجم يقوم فيها. والناس كل راهو نقول لك اليوم مش في خريطه الطريق، لان خريطه الطريق متفقين فيها الناس كل، حتى من قدماء تونسير وحتى من الاطراف خارجيه عن تونسير. المشكل راهو في تفعيل خريطة الطريق. عندك القدرة باش تفعل خريطة الطريق هذه وتنجز ولا ما عندكش؟ وهذا علاش احنا وضعيتنا اليوم نحبوا مسؤولين اللي هما يحبوا يقوموا بالإنجاز ويقدموا بتونسا وياخذوا القرارات. ان شاء الله احنا في القريب اقرب وقت ممكن يكون عندنا رئيس مدير عام تونسا، يعني سيتم تعويض واصف العيادي بشخصية أقرب أخرى. اقرب وقت ممكن. ماذا عن الإجراءات المرتقبة؟ ماذا عن الأولويات سيد الوزير؟ بعيدا عن التشخيص اليوم، شنو هي النقاط الضرورية لإنقاذ التونسير في تقديركم؟ الخطوات العملية. لازم التوانسة تعرف ساعة والحاجة، احنا نصارحوا التوانسة قبل ما نحكيو على أي حاجة، لازم نكونوا واضحين مع بعض. احنا رانا اليوم في فترة صعبة ياسر. الفترة نتاع شهر نوفمبر وشهر ديسمبر بالنسبة للخطوط التونسية راهي فترة صعبة. طائراتنا احنا حارسين باش الطائرات تكون حاضرة وتكون فيها السلامة اللازمة، وهذا تعرفوه معناتها ثم دينوم ستاندار لازم احنا نكونوا موافقين عليهم وتكون معتها نأمنهم وغطيهم الصحة لخيانا اللي هما رغم العراقيل ورغم الإشكاليات ورغم قلة الموارد ورغم ظروف العمل اللي هي في المطار تونس كارتاج اللي هي اليوم ما تعجبش بالكل، قاعدين يأمنوا في خدمة تونس تكنيكس، قاعدين يخدموا وربي يعطيهم الصحة باش ينجموا يردوا بالهم على كل حاجة. يعني أنا تعرف الطيران راهو صعيب في جانب السلامة وجانب الأمن، راهو حاجات معتها دقيقة جدا، وهذه خدمة كبيرة تتخدم قبل ما تطلع الطيارة، قبل ما يطلع يسافر أي سفرة يلزم عملية مراقبة كبيرة وعملية صيانات كبيرة. الوضعية صعيب لأن نقص المالية بالنسبة لتونسير. هل صحيح المؤسسة على حافة الإفلاس اليوم؟ إن لم نقل وصلت مرحلة الإفلاس. لا مش على حافة الإفلاس، أنا حبيت أن نوضح أن اليوم ثم وضعية صعبة على مستوى تونسير تكنيكس، ونحن لزمنا اليوم في صفة عاجلة نعاونوها وندعموها باش نجم تقعد الطيارات نتاعنا تقوم بالسفارات نتاعها. يعني الحكومة حكومة المشيشي ستضخ أموال لدعم رأس مال المؤسسة وإنقاذها. احنا دخلنا اموال ولا مش دخلنا اموال، مش مهم اليوم كيفاش نقاول الحلول باش تونسير وتونسير تكنيكس يخليوا طياراتنا اللي هما عدد نتاعهم ضائل كثير. لان تعرف احنا عندنا فوق 23 طياره، منهم اليوم 10 ولا 8 من 8 و10 قاعدين يسافروا، وهذا رقم ضئيل مقارنه كنقارنوه بالاسطول اللي يلزم يتوفر للتونسير باش تقدم. دونك احنا حارسين باش نتجاوزوا العراقيل هذيه، وخاصه في الشهر هذا شهر نوفمبر وشهر ديسمبر اللي هم باش يكونوا صعاب شويه على تونسير، وان شاء الله نوقفوا مع بعضنا باش النقله نتاعنا تكمل تؤدي واجباتها. وانا متاكد ان زملائنا في تونس قاعدين يخدموا وقاعدين يعطيوا باللي نجموا باش نجم طياراتنا تقعد تطير وتقعد تخدم بالطريقه اللي هي اللازمه.